It's very scary يعني. I first time I listen الرصاص. شو اسمه 18 تنو جريح و80 ميت. أنا دائما بحلم بوحوش وبدوامة سوداء، بس أحلى حلم حلمته هو كنت بطل خارق عم ساعد العالم. بتمنى إنه ما عاد أحلم هدول الوحوش والدوامة. فهنا كان نزل الصاروخ وتصابت. طبعا صحيت بمكان ما بعرف فيه حدا، يعني ضليت شي 3 أسابيع بمكان كمان ما بعرف فيه أي حدا ولا أي شخص. حتى إجا خالي حتى ساعدني. من 3 سنين راح أبيع سوق الهون، عم يجيب رزق، قام نزلت قذيفة تأذى وما حسيت انه هيك انا كبرت وصرت انا اصرف على العيله وما في معين غيري. ما بحبه كثير. لانه خرب لنا كل بيوتنا. كنت العب مع رفقاتي على السطوح بيت الجيران. تجي الطيارة تزت برميل نتخبى بالأبو كن أهلنا يدوروا عن علينا. صارت يعني كنا هيك قبل الأحداث هيك نلعب نتسلى، بآخر شيء بس صارت الأحداث يعني صرنا هيك نخاف من صوت القذائف شو اسمه انفجارات صرنا نخاف، ما عادش يعني نسترجي إنه نطلع نلعب برا كثير. وهاي خربتنا بيوتنا. خربتنا حياتنا. كل يوم نروح البحر جدي ياخذنا. من زمان كانوا أهلي يجيبوا لي ألعاب، بس هلا ما حدا جاب لي. صار لي 2 سنين وما حدا جاب لي. هن شغلتين مو شغلة، إنه يرجع أبي ورجع على المدرسة. أبي تغير كل شيء، يرجع مثل ما كان. النظام مثل ما خربون لازم يرجع لبيوت مثل ما كانوا. خسرت من طريق هاي الحرب 5 أولاد خالتي وعيلتي، يعني أمي وأخواتي الله يرحمهم، وخسرت عمي كمان. خسرنا كتير عالم يعني، والأهم من هيك إنه خسرنا بلدنا.